أما إذا أردنا أن نذهب إلى موضوع عقار بالتحديد، الروت كوز كانت بسبب الرفع الدعم المفاجئ من قبل حاكم مصرف لبنان من جهة، من جهة أخرى جشع التجار وجشع المحتكرين للمحروقات في لبنان لبيعها في السوق السوداء، إما في السوق الداخلي اللبناني وإما لدول مجاورة. والمسؤولية تقع أيضا على السلطات الأمنية والسلطات القضائية ووزارة الاقتصاد التي لم تواجه التجار المحتكرين لهذه المادة من مازوت وبنزين وغيرها من المواد، وكانت تتركها على يعني رياحتها، لا تتصرف معها أو لا تراقب أعمالها أو لا توقف مسؤولين عن هذا الاحتكار والجشع الحاصل في البلاد. فبالتالي هنا الروت كوز في هذا الموضوع، وهناك روت كوز للأوضاع العامة لما نشهده من انهيار شبه كامل في لبنان. وللأسف 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 أظن أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر سخونة في لبنان، التوتر السياسي سوف يكون أكثر ارتفاعا في المرحلة المقبلة في لبنان، لأنه لا يوجد هذا النضوج السياسي، وللأسف لا أرى أنه سيكون هناك حكومة في الوقت القريب، أو العمل على إصلاحات صندوق النقد الدولي، أو عودة لبنان إلى الكنف العربي والدولي لكي نبدأ في مرحلة الحد من الانهيار ومرحلة بناء لبنان الجديد أو الجمهورية الثالثة في لبنان، التي تكون ملائمة لتطلعات المواطن اللبناني والشعب اللبناني. للأسف اليوم فينا ممكن أن نقول أن اتفاق الطائف أو السياسات التي طبقت ما بعد اتفاق الطائف حتى اليوم أصبحت وراءنا. اللبناني ينظر إلى لبنان مع استقلالية القضاء، إلى لبنان خارج إدارة المحاصصة والطائفية السياسية، لبنان خارج موضوع المركزية الإدارية القاتلة للمراقبة والمساءلة والمحاصصة وغيرها من الأمور. فأعتقد أن الحل في لبنان سيكون في مرحلة مقبلة من خلال عقد اجتماعي جديد وعقد سياسي جديد، كما تحدث الرئيس ماكرون خلال زيارته إلى لبنان، كما تحدث عدة أخوة. طب أستاذ شادي، اسمح لي بالمقاطعة.